بتال ما راحتش معاهم؟ لا، قالت انها تعبانه. تعبانه؟ النهارده يحكم على امها وهي قاعده في البيت؟ هي نعيمه في الحبس ولا طلعت؟ فتحي بيقول لي انها هتطلع النهارده. على فين يا امه؟ ايه يا عزت؟ انت جلجان ولا ايه؟ والله يا مروان ما اخبيش عليك، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. امال انت كنت بتطمنا بناء على ايه يا عزت؟ بالراحه يا زينب، مش كده. ما هو انا مش قادره يا حسن، حاسه قلبي هيقف. ماما ماما حبيبتي، شكرا لك. حبيبتي ما تشغليش بالك انتي، المهم نطمن عليك. كل اللي يجيبه ربنا كويس، انا راضيه بحكم ربنا، مش هرضي يا بنتي بحكم القاضي، خليها على الله. محكمة! حكمت المحكمة بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي. إيه؟ لا! ماما! ماما! لا لا! ماما! رفعت الجلسة. ماما! 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 وأشهد أن محمد رسول الله. أنا راضية بحكمك يا رب. سامحني. سامحني. سامحني يا رب. سامحني يا رب، سامحني يا رب. ما تقلقيش يا ست كريمة، احنا لسه في استئناف، وحتى لو الاستئناف اترفض ان شاء الله في نقط. ما تقلقيش، انا معاك لغايه ما تطلعي براءة. مش قلقانة يا عزت، انا غلطت واللي غلط بيتحمل نتيجة غلطه يا اخويا، وبعدين انا راضية بحكم ربنا. بس يا بنتي انت وهي، بس يا فوزية انتوا. مروان مش هبصيك على بنت عمك. حسن كتفك في كتف اخوك يا حبيبي. بس بقى الله، انا ما قتلتش حد، انا ما قتلتش حد، انا مظلومه. اسكتي بس، انا مظلومه، انا ما قتلتش حد. قتلتك يا نعيمة، قتلتك يا نعيمة، ولو روحك رجعت لك تاني هقتلك، هقتلك يا نعيمة تاني. خدت دارك يا عبد الله، خدت دارك يا عبد الله. من حبل المشنقة، مش خايفة. افتح يا ريتال، افتح الباب يا ريتال.
افتحي لي يا بنتي. عايزة مني ايه؟ كنت فين؟ عايزة مني ايه؟ تعال فوتي قدامي. مالكيش دعوة بيا. فوتي. انت قتلت نعيمة صح؟ ايوه مرات عمي انا اللي قتلتها. لو عايزة تبلغي عني وتخلصي مني انا ما عنديش مشكلة. بالعكس انا هقولها بعلو صوتي. هقولها في البلد كلها ان انا اللي قتلت نعيمة يا مرات عمي. اكتم يا بت واسمع اللي هقولهولك. انت ما طلعتيش من البيت النهارده واصل وعرفتي خبر نعيمه زيك زي غيرك، فاهمه؟ لا افهم اللي بقولهولك صح. تقصدي ايه؟ انت ما هتدخليش الحبس حبيبتي. انت مرت ولدي وشايله في بطنك حفيدي التاني. وانا ريتال خلاص عايزاش حاجة من الدنيا. هو انت عايزة تدخلي السجن بدالي؟ وماله؟ عشان خاطر ولدي وولده اعمل اي حاجة يا حبيبتي. بكرة تعرفي ان العمر حبل دايب وكل يوم تنقطع منه حتة. وأنا يا بنتي عايزاش حاجة من الدنيا غير إني أشوفك أنت وإخواتك وولادي مبسوطين ومتهنيين. عشان كده لا أنت تدخليش الحبس. أنا مش هسيبك تعملي كده. اعملي اللي أنت عايزاه. لا أنا اللي هقف البلد كلها وأقول إن أنا اللي كنت طاردني مش انتي. قولي اللي تقولي، حدش هيصدقك. كمان انا هقول غلبانه انجنت. انا خايفه قوي يا مرات عمي. ولا ايه؟ نسيتي جبرية؟ ده اللي يجي جنب حد من ولادي يقول على روحه يا رحمن يا رحيم.